بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدء كل خير ورأس كل أمر زبال. بسمك اللهم نمضي على طريقك، فثبت اللهم أقدامنا على طريقك. أهلا بكم في فتاوى الناس، نتحدث اليوم عن النسيان في الصيام، وسؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك: ماذا تفعل عندما تأكل أو تشرب ناسيا؟ ومعنا اليوم فضيلة الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. فضيلة الشيخ أحمد أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب. اهلا وسهلا بكم يا استاذ حسن، وانتم بالصحه والسلامه والساده المشاهدين جميعا بخير. ونحن قباله العشر الاواخر نتفيأ ظلال هذه الليالي والايام، نتلمس ليله القدر علنا يعني نلتمس فيها كل ما نرى وكل ما نتمنى وكل ما نحب. ربنا يعيد علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا هذه الايام ببركاتها وخيرتها. مولانا، واحنا يعني نتكلم اليوم في الاكل او الشرب ناسيا، بدايه ما حكم الاكل ناسيا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا الحديث دل على أن من أكل أو شرب ناسيا لا، هذا لا يعد من مفسدات الصيام بالنسبة له، ويتم هذا الصوم، ودي صلة من ربنا سبحانه وتعالى وصله بها أطعمه وسقاه دون أن يفسد صومه، فمن فعل ذلك يتم الصوم ولا يعتبر هذا من جملة المفسدات. ضابط النسيان هنا يعني عشان نعرف يعني هو ده النسيان اللي ممكن معاه يعني ينفذ معي هذا الحكم أم لا؟ النسيان هو عدم التذكر، يعني أنا دلوقتي باجي آكل أو أشرب وأنا مش فاكر أصلا أن أنا صايم. في فرق بين النسيان وبين الخطأ، لعل ده هو الباعث على السؤال بتاع حضرتك. أيوة، نقول صورة النسيان ونقول صورة الخطأ، وبالمثال يتضح المقال. طبعا صورة النسيان، أنا صحيت من النوم وقعدت اشتغلت مثلا، وبعدين في كوباية مية جنبي وأنا قاعد بشتغل، عطشت ورحت واخد المية وشارب، وإحنا بالنهار وكل حاجة. بعد ما خلصت المية قلت الله ده أنا صايم النهاردة، يبقى أنا كنت ناسي. لما شربت لم أكن ذاكرا أنني في حال الصيام. لكن الخطأ بقى إيه؟ أنا صحيت بالليل أو صحيت من النوم ومظلم الأوضة عندي بالستاير، قلت الله أنا عطشان قوي أما أشرب. فبعد ما شربت ببص في المنبه، بصيت لقيت إن الفجر يبدأ من يجي ربع ساعة. أيوة، طب أنا دلوقتي لما أقدمت على الشرب مش ما كنتش فاكر، او مش كنت ناسي ان انا صايم، انا كنت معتقد ان الليل لسه موجود. ايوه، فدي حاله مختلفه. حاله الاكل او الشرب عن نسيان، الانسان يتم صومه والصوم ما حصلوش اي شيء. لكن الاكل او الشرب عن خطا، يجي الفقهاء يقولوا قاعده لطيفه، يقولوا لا عبره بالظن البين خطاه. يعني اللي ياكل او يشرب معتقدا ان الليل لسه موجود، أو يأكل أو يشرب معتقدا أن المغرب إدن ثم يظهر له أن المغرب ما إدنش، أو أن الفجر إدن، يبقى عليه قضاء ذلك اليوم. مولانا، هل الكلام اللي ينسحب على رمضان في أن أكل أو أشرب ناسيا هو نفس الكلام اللي ينطبق على الصوم خارج رمضان في سائر الأيام؟ يعني كأن حضرتك عايز تقول، خليني أسوق كده السؤال صياغة أخرى، كأن حضرتك عايز تقول في فرق بين صيام الفرض وصيام النافلة في قضية العذر بالنسيان؟ طبعا، دي مسألة من المسائل النزاعية بين العلماء. جماهير العلماء لم يفرقوا بين صوم الفرض وصوم النافلة، جعلوا اللي يأكل أو يشرب ناسيا وهو صائم، سواء ده كان صيام رمضان، صيام ندر، صيام اثنين وخميس، صيام قربة، صيامه صحيح أدم لم يتعمد الأكل والشرب وكان بيأكل ويشرب وهو ناسي. الباعث على الأكل والشرب النسيان. لكن الإمام مالك رضي الله عنه رأى التفرقة بين صوم الفرض وصوم النافلة، فقال اللي يأكل أو يشرب ناسيا في صيام الفرض يجب عليه القضاء، والحديث الشريف ده خاص بصيام النافلة. ولكن في الحقيقة الذي عليه الفتوى هو ما عليه جماهير العلماء من عدم التفرقة بين صوم الفرض وصوم النفل، وأن النسيان عذر مطلقا. مولانا، اسمح لنا، كان تبقى الكثير من التساؤلات في الحلقة الماضية، وعندنا السادة المشاهدين نحن نجيب على الأسئلة التي تتبقى من الحلقات الماضية، فاسمح لنا نجيب عليها ونأخذ اتصالات السادة المشاهدين. يعني كان أم محمد من القليوبية كانت سألت وتقول: ابن الكبير عنده زكاة مال، عنده ما يفيض،
هل ممكن يعطي هذه الزكاة لإخوته أو لأخ لي محتاج؟ مفيش مانع إن إحنا ندي الزكاة لقرايبنا. بشرطين. الشرط الأول إن هؤلاء الأقارب ما يكونوش من الأصول أو الفروع كما قلنا مرارا. الأصول هو الأب والأم وإن على الجد الجدة جد الجد وهكذا، والابن وإن سفل يعني وإن نزل، يعني الابن والابنة والحفيد والأحفاد وإنت نازل. مفيش زكاة بين الأصل بين الإنسان وأصوله أو بين الإنسان وفروعه، لا إعطاء ولا أخذا. أيوة. لا يديهم ولا يأخذ منهم. الشرط الثاني يبقى إذن الإخوة ما هماش من الأصول أو الفروع، يبقى يجوز الشرط الأولاني يتحقق فيهم اللي هو عدم كونهم من الأصول أو الفروع، يبقى يجوز أنه يديهم بشرط بقى إيه الشرط الثاني، أنهم يكونوا مستحقين، يكونوا فقراء أو مساكين أو من باقي المصارف التي تصرف الزكاة في مثلها. الأستاذ أحمد من القاهرة كان بيسأل بيقول في مشادة حصلت بيني وبين زوجتي، ويعني كنت انهارت جدا وحتى يمكن قلبت الترابيزة مثلا، كان أنا متذكر هذا السؤال. أيوة. أو هذا الاتصال، وبعدين قال لها أنت طالق، ورجع بعد كده قال أنا مش عارف أنا قلت ده إزاي. أسئلة الطلاق دائما ما نرشد السادة المشاهدين أنها لا تصلح الإجابة عليها على الهواء، لأنها أسئلة في غاية الشخصية، لابد من التحقيق الشخصي مع المتلفظ المطلق اللي هو الزوج، فده يلزم أن هو يكون قدامي واخد ودي معاه وحقق معاه. فأنا بوجهه أنه يتفضل ويتصل بينا في دار الإفتاء المصرية ويشرفنا ونجيبه إن شاء الله عن ما يتعلق بحالته. أم حسام كانت بتقول دخلت الجامع في صلاة الفجر لقيت الإمام بيصلي جماعة صلاة الفجر، فدخلت بسنة بركعتين السنة وبعدين صليت الصبح بعد كده لوحدي الفريضة. اللي عملته ده يصح، يعني مش هنقول لها صلاتك باطلة، لكن كان الأولى والأحسن عشان لو اتكرر المشهد ده مرة تانية إن أنت لو دخلت المسجد لقيت الإمام بيصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يبقى تصلي مع الإمام الصبح جماعة، وبعد ما يسلم تقومي حضرتك تتفضلي وتقومي وتصلي السنة القبلية قضاء، يعني تصليها بقى بعد صلاة الصبح اللي انت أدركتيها في جماعة. مولانا يمكن برضو بتسأل هل يجوز الأخذ بما عن المذاهب الأربعة بما يسهل لنا أمور الدين؟ مفيش مانع، العامي لا مذهب له كذا قال علماء أصول الفقه. يعني إيه العامي لا مذهب له؟ يعني ما هوش ملزم إنه يتبع عالم بعينه بخصوصه في كل ما يأتي ويذر، فما فيش مانع من التنوع في التقليد بشرط إن الإنسان ما يفعلش هذا عن هوى عن شهوة عن رغبة في تتبع الرخص بشكل يخرجه من أحكام الدين بالكلية، فيراجع في ذلك العلماء. أم محمد بتسأل بتقول أنا ابني توفاه الله في حادثة، ما زال شابا رحمه الله، بيجي في الرؤية أو في الحلم مع أطفال صغيرين، بتقول ما دلالة ده؟ إحنا بنوصي الناس أنها لا تقف كثيرا عند المنامات، يعني المنامات لا تعدو أنها تكون مبشرات أو منذرات، فإذا الإنسان شاف شيء يحبه يحمد الله ولا يحدث به إلا من يحب وتبقى بشارة طيبة، وإذا شاف شيء يكرهه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث به أحدا ولا يحاول أنه هو حتى يفسره، لأن الرؤية على جناح طائر تأويلها وقوعها، يعني إذا أولت على وجه من الأوجه تقع. فلذلك إحنا لا نوصي الناس أن تبني حياتها على المنامات والأحلام، فهي إن شاء الله اللي شافته ده إن شاء الله يكون أمر فيه بشارة طيبة، ولكن ما تعودش بقى تجعل حياتها وتصرفاتها وردود أفعالها متوقفة وموقوفة على معنى الرؤية. يعني وما يثبتها أكثر أن تفعل خيرا وأن تدعو له كثيرا؟ أكيد طبعا، وربنا يعني يلهمها الصبر والسلوان دائما. آمين آمين. مولانا يعني بتقول أخوي عمل فرح قبل الأربعين ووالدتي قطعته، وحصلت مشاكل عشان عمل فرح قبل الأربعين، فالسؤال إيه بقى؟ موضوع الأربعين وموضوع يعني هل يعني المقاطعة دي يعني الحكم حكمها إيه؟ هو طبعا جرى العرف إن الناس يعني بتعد مثل هذا من العيب، وبتعد مثل هذا من الاستهتار والاستهانة، أو خلينا نقول الاستهانة بمشاعر العائلة. يعني يقول لك لسه الراجل ما بردش في تربته وانت رايح تعمل فرح، لكن هو الشرع اعتبر ان الحزن لا ما نقفش عند هذا، لكن مش معنى كده ان احنا ما نراعيش الأعراف، عدم مراعاة الأعراف فيها قلة ذوق،
مش بالضرورة يكون الموضوع دائر بين حلال وحرام علشان أعمله أو ما أعملوش. لا، في عرف بيننا عارفينه مع بعض، في عرف، وما دام العرف ده ما خالفش الشرع يبقى على طول نقول العادة محكمة. أيوة، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يمكن ده ليس من هذا القبيل، لكن أقصد مراعاة مشاعر الناس ومراعاة خواطرهم هي الأولى، وعدم التمرد على الأعراف العامة التي لا تخالف الشريعة الإسلامية هو الذي نرشد الناس إليه. بتقول ما بلبس ألوان بعد ابني، يعني فكرة أن الإنسان ما يلبس أو الأم ما تلبس ألوان بعد ما ابنها أو ما يكون عندهم موتة، يعني هي حر، يعني مسألة لبس الألوان دي من المباحات، لكن الإنسان لما يلبس يعني الأسود أو يلبس الزي الغامق، الحداد ما بيكونش أكتر من 3 أيام على غير الزوج، فهي تلبس ما فيش مانع، لكن لا بنية الحداد. يعني عندنا أم أحمد يمكن بتتصل أو اتصلت أكتر من مرة يا مولانا، وهي يعني بتتمنى أن ابنها يصوم ويصلي ويهدي ربنا، فبتقول لنا ادعوا له باسمه، هو اسمه محمد. يا رب اهدي محمد ابن أم محمد و رده إليك ردا جميلة، وأقر عين أمه به، واجعله من عبادك الطائعين الصالحين، آمين. بتسأل بتقول أعمل إيه؟ تدعي له وتنصحه. الأستاذة منى كان لها سؤال حول الدعاء باللفظ اللي جاي في القرآن الكريم، بالآية اللي جاي في القرآن الكريم، أم ممكن أدعي مثلا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فلما أقول حسبي الله ونعم الوكيل هل يجوز؟ هل ده صح؟ يجوز، باب الذكر وباب الدعاء مبني على السعة، ما دام مفيش اعتداء في الدعاء يبقى كله جائز إن شاء الله. مولانا نعود إلى بعض التساؤلات التي تدور حول النسيان، الأكل أو شرب النسيان، ما حكم من جهل بأن هذا الشيء مفطر؟ والله هو المفطرات على نوعين، في مفطرات متفق عليها ومفطرات محل خلاف بين العلماء، وقد يخفى مثلها على عوام الناس. فنيجي بقى للقسم الأولاني اللي هو المفطرات المعروفة التي لا يخفى مثلها على الناس، زي الأكل، زي الشرب، زي العلاقة الزوجية، دي عامة المسلمين يشتركون في معرفتها، حتى إنها تسمى عند العلماء من المعلوم من الدين بالضرورة. معلوم يعني في معروف من الدين، يعني من أحكام الدين بالضرورة، يعني مش محتاج إنك تستدل عليه، كل الناس عارفاه، العالم والعامي، فدي لا عذر لأحد في جهلها، إلا بقى افترضوا افتراضات يعني في غاية الندرة. يقول لك مثلا إيه، لا يعذر أحد بجهلها إلا إذا نشأ في الكتب القديمة كده، يقول لك نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين، يعني واحد جايبينه من مجاهل أفريقيا كده، من القبائل البدائية، ودخل الإسلام لسه جديد، فمش عارف الأحكام، حاجات الأمور مش واضحة بالنسبة له، الأمور اللي بالنسبة لنا احنا واضحة بالنسبة له من الغوامض، ده معذور. أو يكون حديث عهد بإسلام، لكن عامة المسلمين اللي نشأوا في بيئة فيها مسلمين، بيئة فيها الأذان، فيها البرامج الدينية، فيها المشايخ بتتكلم وكده، ما هماش معذورين بجهلهم في هذه الأمور اللي يشترك في معرفتها الخاص والعام. وفي أمور حصل فيها خلاف بين العلماء، فدي الأمر فيها على السعة. اللي وقع في شيء من هذه الأمور اللي هي في مذهبي أنا مفطرة وفي مذهب غيري ليست مفطرة، نقول على طول القاعدة الأصولية أن فعل العامي يلحق بقول أحد المجتهدين. فإذا كان الإنسان فعل فعل وما هوش عارف أن ده من المفطرات، وبعدين اكتشف بعد كده أن الشافعي بيراه مفطر، لكن الإمام مالك ما بيراهوش مفطر، يقول خلاص أنا اللي حصل مني قبل كده ده همشيه صحيح على مذهب مالك، ومش هنطلب منه أنه يعيد، معلوش قضاء فيما فات. الاستنشاق والمضمضة أثناء الوضوء ده عن عمد، فهل ده يعني ممكن يفطر؟ الاستنشاق والمضمضة قد الإنسان يفعلها أثناء العبادة وقد يفعلها خارج العبادة. أثناء العبادة يعني إيه؟ يعني أثناء الغسل الواجب أو المسنون، أو أثناء الوضوء برضو الواجب أو المسنون، فدي من السنن بتاعة الطهارات دي. أيوة. وقد ممكن أخش، لا أنا والله عايز إيه، أغير طعم بقي من الرائحة اللي مش مستحبة من المرارة بتاع، فاتمضمض أو استنشق أو كده. يبقى عندنا حالتين، حالة إن المضمضة والاستنشاق تكون تابعة لعبادة مطلوبة، وحالة إن المضمضة والاستنشاق تكون ليست تابعة لعبادة مطلوبة. لما تكون المضمضة والاستنشاق تابعة لعبادة، لو أنا بلغت في المضمضة أو الاستنشاق فسبقت إلى جوفي فطرت،
في حالة المبالغة. في حالة المبالغة. أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود، في حديث لقيط بن صبر عند أبي داود، قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، علشان ما يسبقش الإنسان البقايا الماء إلى الجوف فيفطر بالمبالغة، وإذا لم يبالغ فوصل الماء إلى الجوف لا يفطر. يبقى دي في حالة إيه؟ إن المضمضة والاستنشاق تكون تابعة لعبادة مطلوبة. طيب إذا كانت المضمضة والاستنشاق مني لنفسي كده ما هياش تابعة لعبادة، ما طلبهاش الشرع، عايز أغير طعم بقي، عايز فوصلت إلى الجوف، هنا بنفرقش بقى بين المبالغة وعدم المبالغة. إذا وصلت إلى الجوف في حالة إنها مش تابعة لعبادة مطلوبة يحصل بذلك الفطر على طول. على طول نعم. في الحالة دي يبقى عليه القضاء. عليه القضاء نعم. فقط قضاء يوم واحد. قضاء اليوم نعم. مولانا أحيانا بيبقى في روائح لها رذاذ، أي واستنشاقها بيبقى واضح جدا، وبحس إنها يعني شمتها قوي ودخلت جوه جدا، يعني دي تفطر يا مولانا؟ هو الـ 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 السؤال بتاع حضرتك ده أنا أتصور إنه ممكن يبقى له مسلكين. إيه المسلك الاول؟ البرفيومز اللي احنا بنحطها دي، البرفانات او العطور ليها رذاذ، فانا لما برش العطر اللي بيخرج منه الرذاذ، الرذاذ ده لا ما بيصلش الى الجوف ولا شيء. لكن السؤال بتاع حضرتك ده، بتاع حضرتك ده يرد في ايه؟ يرد في البخاخات، لان البرفيوم ده من بره، العطر ده انا برشه من بره، ما بجيش في مناخيري واقوم حاطط السداده واضغط. إنما سؤال سعادتك ده يأتي في البخاخات، بخاخة الأنف وبخاخة الربو. بخاخات ديت بيبقى فيها هواء، هواء مضغوط. الهواء ده بيبقى مشتمل على مواد طبية، مواد كيميائية قد لا تدرك بالحواس الظاهرة، أيوة، لكنها في النهاية مشتمل على رذاذ. فالذي عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن بخاخات الأنف وبخاخات الربو اللي هي قد لا يشعر الإنسان بإن بالرذاذ الذي فيها يحصل بها الإفطار، وهو معذور على كل حال إذا كان مريض، والمريض له رخصة الإفطار. مولانا عندنا قطرة الأذن وقطرة العين، البعض بنسمع أنه يقول عليها من المفطرات، فهل ده صحيح؟ قطرة الأذن وقطرة العين، التقطير في العين والتقطير في الأذن، دي من ضمن المسائل الخلافية، المسائل النزاعية اللي حصل فيها خلاف بين العلماء. القطرة في العين الذي عليه الفتوى أنها لا تفطر، وده مذهب الشافعي ومذهب الجمهور خلافا للإمام أحمد، لأن هم شايفين أن الإفطار بيحصل إذا وصلت عين إلى الجوف عن طريق منفذ مفتوح معتاد، مش مطلق منفذ مفتوح. فالعين يقول لك لو الإنسان تكحل فوجد طعم الكحل في حلقه لا يفطر وإن وجد هذا الطعم، لأن العين ليست منفذا مفتوحا معتادا. أيوة. يجي واحد يقول لي لا ده الطب أثبت إن في قناة مش عارف شكلها إيه دمعية من العين إلى الداخل، أقول له ماشي، ما احنا ما بنعاندش الطب، بس احنا بنتكلم على مش منفذ مفتوح، منفذ مفتوح معتاد، يعني اعتاد الناس واعتيد على استعماله في إيصال الطعام والشراب إلى الجوف، فيبقى قطرة العين لا تفطر وإن وجد طعم المرارة دي في جوف بتاعت العين. التقطير في الأذن ده برضو والله محل نزاع، ففي جماعة من العلماء ذهبوا إلى إن الأذن من الجوف، الأذن الداخلية دي الطبلة دي من جوه من الجوف، فلو واحد دخل عود فيها، لو واحد قطر قطرة الودن يفطر بذلك، وده المعتمد في مذهب الشافعي. لكن في يعني قول آخر في الفقه الإسلامي، واختاروا برضو بعض العلماء الشافعية أن ذلك لا يفطر. وإحنا في مثل هذه الأحوال بنقول دايما إن مراعاة الخلاف هي الأولى، وإن من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز. فالشيخ أحمد سنخرج إلى هذا الفاصل ونعود بعد ذلك نستقبل أسئلة السادة المتصلين والمشاهدين، في انتظاركم دائما.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فضيله الشيخ احمد، لدينا اتصالات تليفونيه، يعني ناخذ اتصالات معانا ونجمع هذه التساؤلات لنجيب عليها. معانا الاستاذ محمد من الاسكندريه. استاذ محمد، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. لو سمحت لي سؤال، في زكاه مبلغ من زكاه مال. ايوه. لو انا عملت زي فطار كده على روح الحج، يعني وهبه على روح الحج من زكاه المال، ينفع ولا ما ينفعش؟ ده سؤال. في اسئله ثانيه يا استاذ محمد؟ نعم. في اسئله ثانيه؟ شكرا. شكرا. الاستاذه هاله من المنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه هاله. عايز اسالك سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. ماشي. السؤال الاول، انا دلوقتي عايز اقرا قران وبطلع ريح كتير يعني، وبقى عندي القولون. ايوه. فبيكون حرام لازم تكوني متوضيه وانت بتقري المصحف في القران. السؤال الثاني، جوزي مريض وعنده السكر يعني وبيجي له غيبوبه على طول، هل هو فطر حلال ام حرام يعني؟ الدكتور قال لازم تفطر عشان انت ما ينفعش السكر. هو مريض بالسكر شفاه الله وعافاه. السؤال ايه ثاني معلش؟ بس. الو، السؤال الثاني معلش اسمعه من حضرتك. اوكي شكرا. بتسال على ان جوزها مريض بالسكر والافطار في حق. ايوه، الافطار في حق زوجها المريض شفاه الله وعافاه. الاستاذ محمود من الجيزه. الو. الو استاذ محمود، اهلا بيك. اهلا. اتفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، سامعينك. هو حرام نقرا القران من غير ما نتوضا؟ طيب، ادي سؤال عن قراءه القران من غير وضوء. في اسئله ثانيه يا استاذ محمود؟ لا. شكرا. الاستاذ حسن من اسكندريه. يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ حسن، اتفضل. مبدئيا انا عندي سؤالين. اتفضل. لو سمحت حضرتك، انا عليا دين في حدود حوالي 13,500. دين حوالي 13,500. ايوه. فهل ممكن اقترض قرض من مرتب بنتي وانا اسدده لها وعشان خاطر انا اسد الدين ده، ولا اساسا القرض ما ينفعش بسداد الدين؟ في استفسارات يا مولانا من الاستاذ حسن. هو حضرتك لو اتاخرت في سداد المبلغ اللي عليك ده، في اي ضرر هينالك او هيعود عليك؟ لا، هو لحد الان مفيش ضرر هيعود عليا حضرتك لحد الان، لكن انا ماضي شيك طبعا على ان ده بقيت شقه، ومفترض ان انا اكون مجهز المبلغ يعني، عشان طبعا انا ولادي يعني بفضل الله ربنا مالن عليا بمركزهم كويسه، فما ينفعش حد يطالبني وانا ولادي كده يعني. تمام. طيب شكرا. شوف، في اسئله ثانيه يا استاذ حسن؟ ايوه، في سؤال ثاني. اتفضل يا فندم. اتفضل. لو تكرمت. اتفضل. بالنسبه لمؤخر صداق الزوجه، هل ده دين مؤجل ولا في حاله الوفاه الانسان يعني هيكون وضعه ايه مع ربنا يعني؟ لو مؤخر الصداق. شكرا. شكرا. معايا ام مصطفى من الاقصر. ام مصطفى اهلا بيكي. الو؟ يعني نحن في انتظار ام مصطفى مره اخرى. الاستاذه منى من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بس كنت عايزه اسال فضيله الدكتور، دلوقتي سوره التوبه من غير بسمله في بدايتها. ايوه. لكن انا لو توقفت لاي سبب في الوسط وبعدين رجعت تاني عشان استعيد القراءه، هل طبعا بستعيذ بالله من الشيطان، هل اقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ولا برضو هيبقى من غير بسمله؟ ده وانت بتقرا في السوره من جوه. وانا بقرا السوره يعني، انا توقفت. أيوة. مثلا في جزء من الصوره. ايوه ايوه. وهرجع تاني بعد ما خلصت اللي انا بعمله او برد على تليفون او اي حاجه. ايوه. فرجعت عشان اكمل، هل اقول البسمله بعد الاستعاذه من الشيطان ولا خلاص مفيش بسمله تاني باعتبار ان هي في بدايه الصوره مفيش بسمله؟ في اسئله تانيه يا استاذه منى؟ لا شكرا. شكرا. معايا الاستاذه شيماء من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذه شيماء، اتفضلي. ممكن اسال سؤالين بس؟ طبعا. فضلت الشيخ، انا كنت فتره اليومين اللي عدوا دول عشان الدوره الشهريه يعني. ايوه. فانا نويت، فهي قطعت امبارح، فانا نويت النهارده الصبح ان انا اصوم، فاغتسلت ونويت ان انا اصوم اليوم، هل كده صحيح ولا لا؟ للعلم ان بعد العصر كده نزلت حاجه بسيطه جدا جدا يعني، فانا عايز اعرف اذا كان اليوم صحيح ولا لا. تمام. السؤال الثاني فضلتك، انا كنت الايام دي اللي انا افطرتها في رمضان ممكن اعوضها بعد العيد كل جمعه من كل اسبوع اصوم يوم؟ كل جمعه يعني يوم؟ كل جمعه من كل اسبوع. كل جمعه يعني هي حددت الجمعه تحديدا؟ يوم الجمعه بس يعني ينفع، لاني بشتغل وبتعامل فالصيام بيبقى صعب يعني. خلاص ان شاء الله هيجاوبك فضيله الشيخ احمد. معايا الاستاذ حسن من القاهره. استاذ حسن اهلا بيك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا استاذ حسن. لو تكرمت انا كنت بسأل على، انا دلوقتي معايا وديعة حطيتها في البنك. ايوه. الوديعة دي انا باخدها ربع سنوية. انا بسأل على نصاب الزكاة عن الوديعة، هل هو ما يعادل 85 جرام ذهب نصاب الوديعة الزكاة، ولا هو 22,000 فوق، وعلى اي اساس بيتحسب نصاب الوديعة؟ نصاب الوديعة. في اسئله ثانيه يا استاذ حسن؟ هل هي حد ادنى ولا هي مطلق الفلوس ولا هي 22,000 ولا ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21؟ هل في اي استفسار يا مولانا؟ لا حسن؟ لا أبدا. بشكرك جدا يا استاذ حسن. ام زهره معانا من البحيره. أي السلام عليكم. يا اهلا ام زهره، اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا كان والدي استلف مني فلوس على مراحل على مدار 3 سنين. ايوه. عشان يتجوز اخواتي او حاجه كده، فلما كمل الفلوس مقدار مثلا 8 قطعه ارض من عنده، راح كتبها لي باسمي كانها بيع وشراء. فالارض دي حكمها بالنسبه لي ايه، الزكاه او كده؟ انا ما كنتش شاريها بقصد، ان انا كنت بديله فلوس عشان افك دقيقته، وهو لما لقى دين كتير راح اعطى لي، كتب لي الارض بما يعني. قيمه، بما قيمته هذا المبلغ يعني. اه ايوه، ده زكاه المال على هذه الارض. أوه. شكرا. أوه. في اسئله ثانيه يا مزهره؟ لا خلاص، بشكرك شكرا جزيلا. مولانا نجيب على التساؤلات التي لدينا الان. الاستاذ محمد من الاسكندريه كان سال بيقول لو في مبلغ من زكاه المال حبيت اخليه لافطار الصائمين، اهب ثواب هذا الافطار لوالدي. الاصل ان الزكاه بتخرج من جنس المزكى عنه. يعني انا بخرج الزكاه من المال، يبقى الاصل انها تخرج فلوس. طيب هل ينفع اخرج القيمه؟ ما فيش مانع، بس ده مش الاصل، بشرط ان انا اكون واثق ان اللي هيستفيد من مال الزكاه ده من المستحقين. يعني انا هعمل وليمه افطار، هل كل اللي هياكل منها من الفقراء والمساكين، ولا هعزم اصحابي وقرايبي اللي هم ما هماش اصلا مستحقين للزكاه؟ فاذا كان اللي هياكل منها فقط من الفقراء والمساكين، ما فيش مانع ان انا اعمل الوليمه واحسب ثمنها من جملة زكاة المال. بس ايه الزكاة ديت؟ ثوابها خاص بي انا، ما لهاش علاقة بوالدي يعني. ما يقدرش يهب ثواب هذا ما يفعله لأبيه. لا لا. آه. ليست كذلك. الأستاذة هلا من المنيا كانت بتقول انا بقرأ القرآن ولكن انا ما بقدرش احافظ على وضوء كتير لأسباب مرضية، عندها القولون. فيعني ماذا تفعل؟ تقرا القرآن دلوقتي في الألواح الإلكترونية دي اللي هي التاب والآيباد والحاجات دي، ممكن انها تقرا القرآن من خلال لوحة إلكترونية إذا كان ده متيسر، أو من على الموبايل، وكل الناس شايلة موبايل دلوقتي. في برامج القرآن الكريم موجودة، متاخد المصحف الشريف سكانر وموجود على الموبايل، ممكن تقراه منه، لأن يجب الوضوء لمس المصحف. فمش هينفع انها تمسك المصحف او ترفعه او تحمله من غير ما تكون طاهره او متوضيه. معايا الاستاذ خالد من الايوبيه. استاذ خالد اهلا بيك. اهلا استاذ حسن. اتفضل يا فندم. حضرتك انا عندي سياره بمعدل مثلا 75,000 جنيه. سياره؟ سعر الاجره وهي مصدر رزقي الوحيد يعني. كنت عايز اعرف عايز يسال على الزكاه يعني. الزكاه ودي سياره اجره. بشكرك استاذ خالد، وفي انتظار عوده اتصالك مره اخرى اذا كان هناك اضافه او توضيح. مولانا برضه استاذ محمود من الجيزه كان بيسال برضه عن قراءه القران من غير وضوء، اعتقد نفس الاجابه. نفس السؤال بتاع الاستاذه هلا. الائمه الاربعه وجماهير العلماء المسلمين على ان مس المصحف يشترط فيه الطهاره، الطهاره الصغرى والطهاره الكبرى، يعني الطهاره من الجنابه والطهاره من الحدث، يعني الانسان يكون متوضي وحينئذ يجوز له انه يمس المصحف او يحمله. لكن مجرد قرايه القران انا حافظ، هل يشترط ان انا اكون على وضوء علشان اقرا؟ لا ما يشترطش. علشان في ناس ممكن ايه تخلط الملفين، تظن ان قرايه مس المصحف هو المطلق القرايه. لا، اللي عاوز يقرا وهو مش متوضي من غير ما يلمس المصحف مفيش مانع. يبقى هي المقصد هنا هو لمس المصحف. لمس المصحف وحمله، لا يمسوه الا المطهرون. ده نص صريح كمان. هو مش صريح يعني، لكن هو نص في القرآن الكريم. طائفة من العلماء فهمته على ان المقصود به هو المصحف المعظم، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر. الاستاذ حسن من اسكندرية كان بيقول عليا 13,500، هل اقترض من بناتي عشان اسدد؟
مطلق مطلق القرض جايز، لكن انا كاني انا فهمت انه هياخد قرض من البنك بضمان القرض من ضمان مرتب، ضمان مرتب البنت. البنت فهو الاصل في القروض البنكيه الذي تفتي به دار الافتاء المصريه ان الاصل فيها انها محرمه، لا يجوز اللجوء اليها الا في حاله الضروره او الحاجه. لذلك انا سالته قلت له حضرتك هينالك ضرر؟ يعني لا سمح الله مثلا البعيد هيتحبس لو ما سددش في الميعاد المحدد، ولا هيبقى فيه يعني فسحه شويه كمان يقدر يدبر فيها نفسه؟ فما دام ما فيش حاجه ملجئه او ضروره تلجئ الانسان انه يلجا للقرض البنكي، يبقى احنا على اصل التحريم. مؤخر الصداق هل هو دين مؤجل؟ نعم، مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج إلى زوجته تستحقه الزوجة، إما لا سمح الله بعد عمر طويل بوفاة الزوج ممكن تستوفيه، أو عند الطلاق حب الراجل وهم يعني متجوزين وعايشين مع بعض في تبات ونبات وما فيش يعني أي مشاكل بينهم، إن هو يدي ولا يقول لها والله ده ممكن المؤخر عادي بتاعك هو ست الكل. ممكن ده الأصل يعني. دين عنده يعني الاصل فيه ان ممكن واحنا في الحياه الطبيعيه والهانئه والسعيده جداً يؤدي اتفضلي ده المؤخر بتاعك اهو، انما الناس سميته مؤخر لانه في العاده ما بيستحقش الا عند الطلاق. الست يعني ما بتطالبش بيه، مش ما بيستحقش، هو مستحق من اول ما اتجوزها، لكن الست ما بتطالبش بيه الا عند الطلاق او عند الوفاه. مولانا الأستاذة منى كانت بتسأل عن سورة التوبة، هي هلا بس هلا كانت بتاعة الوضوء لقراءة القرآن، كانت بتسأل على مريض السكر، مريض السكر في موضوع الإفطار، إذا كان الأطباء أمروه بالإفطار يبقى يفطر. طيب هيفطر وبعدين بعد ما يفطر إيه اللي هيحصل؟ هو معذور بإفطاره. طيب مرض السكر ده وجوده معاه هيمنعه من إنه يقدر يصوم مطلقا طول عمره؟ يبقى هيخرج فدية عن كل يوم، الفدية دي إطعام مسكين قيمة الفدية حوالي 5 جنيه عن اليوم. طيب لا ده هو بس الآن السكر مرتفع عنده ومش قادر إن هو يفطر دلوقتي، مش قادر إنه يصوم دلوقتي، لكن على الشتاء كده مع أسر اليوم وصحته بتيجي على الجو البارد ممكن يصوم ساعتها، يبقى في الحالة دي مش هيلزمه غير القضاء، يبقى الفدية في حالة إن مرض السكر ده هيمنعه من مطلقا من الصوم على حسب كلام الأطباء. مولانا أرجع للأستاذة منى وسورة التوبة من غير بسملة، طيب إذا وهي بتقرأ السورة وجاءت في آية ردت على التليفون فتحت الباب، هل لما ترجع تقول البسملة؟ هو على كل حال البسملة في سورة التوبة أهل العلم لما تكلموا عن إيه السر في أنها لم تبدأ بالبسملة قالوا تغليظا على المنافقين، لأن السورة دي نزلت في المنافقين، ده في أول السورة، كلامهم كان في أول السورة. طب البدء في الأثناء، والله مشايخنا اللي احنا تلقينا عنهم القرآن الكريم لما جم يعني يلقنون القراءة وأصولها قالوا لنا لما تبدأوا أي سورة من النص ما بيطلبش البسملة، احنا كقراء لا نطلب البسملة، فهي بناء على كلامهم مش هيبقى البسملة مطلوبة منها يعني. طب إذا قالت بسملة، إذا قالت بسم الله الرحمن الرحيم، هو في النهاية الأمر ما هوش دائر بين الـ التحريم الشديد والتحريم الغليظ، المسألة مسألة كراهة فقط يعني. أستاذة شيماء من سوهاج كانت بتقول أنا كنت فترة اليومين اللي فاتوا وانتهيت من الحيض واغتسلت، ولكن في نفس اليوم بعد العصر كده نزل بعض قطرات الدم. والله إذا كانت ما تحققتش من طهرها والدم ده يعني ميزت انه دم حيض هتبقى لازالت حائض، لكن اذا كان ظهر عليها علامة الطهر ثم بعد ذلك بعد ظهور علامة الطهر اللي هي القصة البيضاء عند بعض النساء واللي هي انها بتغسل الموضع يعني وتتطهر وبعدين تستدخل شيء كده في جسمها تشوف بعد ما بتتشطف في عليها اثر او شيء، فاذا لقيته نقي بتبقى تعتبر نفسها قد طهرت. اذا كان ظهر عليها علامة الطهر يبقى اللي بعد كده ده ليس من ضمن الحيض. مولانا بتقول وحددت هي اني هل ممكن اقضي الايام التي افطرتها في رمضان كل يوم جمعه؟ في حالتها هي ما فيش اي مانع. مش مانع. في حالتها هي اي. الاستاذ حسن من القاهره كان بيسال عن الوديعه، نصاب الوديعه هل 85 جرام ولا 22,000 جنيه؟ هي تعوض كل يوم جمعه بشرط ان تخلص قبل ما رمضان الجاي يهل علينا. فتكمله الاجابه اللي تكمله الاجابه اللي فاتت. ايوه. الاستاذ حسن بيسال عن نصاب الوديعه، نصاب الوديعه هو نصاب مطلق الاموال.
احنا ما بنقول يا استاذ حسن ان النصاب 85 جرام عيار 21 ليه ما بنحددش بالفلوس؟ لان القيمه متغيره، وتغيرها ده دائر مع تغير قيمه الذهب، فممكن النصاب السنه دي يكون 20,000 والسنه الجايه يبقى 25. طب ده هيفيدنا في ايه؟ في برضه في الزكاه، ان انا ممكن اوصل يتحقق فيها شرط النصاب دلوقتي. اقول والله انا خلاص انا معايا مبلغ، المبلغ ده هو مبلغ النصاب، لان ثمن ال 85 جرام ذهب دلوقتي 22,000 وانا معايا 22,000. المفروض علشان يجب علي الزكاه ان يستمر المبلغ داخل حيز النصاب لمده سنه كامله. ايوه. طب افرض حضرتك بعد 3 اشهر الذهب ضرب في السماء وبقى سعر ال 85 جرام دول مش 22 بقى 26، في الحاله دي انا مش هيبقى مطالب بالزكاه لان النصاب اتكسر. النصاب اتكسر يعني ايه؟ يعني انا الفلوس بتاعتي قلت عنه، فشرط بلوغ النصاب ما اتحققش. واضح؟ الميزان عندي هو 85 جرام دهب عيار 21. وليه عيار 21؟ لان ده لما شفنا الدينار الاسلامي اللي كان بيتم به التعامل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وهو موجود بالمناسبه في المتحف الاسلامي، لقيناه من عيار ال 21. مولانا اسمح لنا ناخد الاستاذ اسماء من الفيوم والاستاذ حسن من اسيوط. فبنخرج 2.5% في هذه الحاله. 2.5%؟ ايوه، اذا اتحقق الشروط كلها. الاستاذ اسماء اهلا بيكي. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. بعد اذنك بس اخد من الشيخ خمس دقايق بس ثلاث اسئله على طول على السريع كده بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. السؤال الاول، انا دلوقتي ما بعرفش اقرا القران كويس، وايه ما مثلا اقرا ايه وايه لا، وانا ضغط الحته بالدم وجوز ضغطي ما خلينيش ان اطلع، انا يعني اروح عند شيخ احفظ ولا حاجه، فانا دلوقتي يعني مش عارفه اعمل ايه. هل انا دلوقتي ربنا يعني انا خايفه صراحه ان انا كده شايله ذنب جامد يعني. السؤال الثاني ان في واحده عايزه تطلع لها زكاه، بس دي بتاخد معاش جوزها، معاش ابوها، جوزها متوفي ومعاها تاخد معاش ابوها، انا اطلع لها زكاه ولا حرام؟ دي بتاخد معاش؟ بتاخد معاش ابوها، يعني جوزها متوفي. أيوة. وبتاخد معاش ابوها. في اسئله ثانيه؟ في السؤال الثالث بس، والدتي لما جيت انا اروح مشوار وحلفت وقلت لها والله لو رحتي هزعل مني، ما تروحيش المكان ده، وامي راحت، انا الحلفان اللي انا حلفته ده هل علينا صوم ثلاث ايام؟ بشكرك شكرا جزيلا استاذه اسماء، وبنطلع الفاصل ونرجع مره ثانيه لنجيب على هذه التساؤلات، ابقوا معنا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، نستقبل بعض الاتصالات التليفونيه مولانا اللي موجوده معانا دلوقتي ونجيب على كل التساؤلات ان شاء الله. معايا اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. الاستاذ محمود من الايوبيه، اهلا استاذ محمود اتفضل. انا بحضرتك عايز اسال الشيخ، بس كان الحاج عندنا على اكل معين ان هو ما ياكلوش، حلف على مثل زي نحتي مثلا، وعايز يرجع في الحلفان ده يعمل ايه؟ حلف انه ما ياكلش اكله معينه ونفسه راحت لها يعني واكلها. طيب ماشي. الاستاذ ريهام من الاسكندريه. الو انا استاذ ريهام اتفضلي. حضرتك انا كنت عايزه اسال نفس السؤال اللي هو كانت في واحده اتصلت وقالت عن يوم الجمعه الصيام فيه، يعني كنت سمعت ان حرام صيام يوم الجمعه لان ده يوم مفضل عند ربنا وبيبقى المسلمين بالنسبه لهم عيد يعني. ايوه فانا سمعت ان هو حرام ان هو يتصام. وبالنسبه لحالتها هي يعني ايه؟ انا عايزه اصوم بقيها يوم الجمعه، فانا مش عارفه يعني ايه بالنسبه لحالتها. حاضر تمام. طب هنجيب الفضيل الشيخ احمد هيجيب وان شاء الله يعني هتسمعي الاجابه. معايا اتصال تليفوني تاني. الو، ام عبد الرحمن من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. معلش بس كان عندي استفسار، وفي ناس بيقولوا ان امبارح كان ليله القدر، فهو انا يعني رحت الحمد لله بفضل الله صليت قيام الليل، بس طبعا كنت تعبانه فاني، فهل يعني معنى كده ان الفرصه راحت عليا ولا لا؟ ممكن انتظر تاني يوم ثلاث ليله ال 23 وال 25؟ وهل اي عمل يحاسب ان هو كانه عباده 83 سنه يعني اي عمل؟ وهل من وقت المغرب لغايه وقت الفجر، وهل لازم ان هو الانسان يستمر الفتره دي كلها ولا اي عمل؟
في اسئله ثانيه. بشكرك ام عبد الرحمن وربنا يبلغنا ليله القدر يا رب. مولانا نجيب على التساؤلات اللي معانا. يعني بنقول ام زهره. نعم ام زهره. والدي استلف مني فلوس وكتب لي قطعه ارض بما اخذه مني من مال، زكاه المال عليها ايه؟ لا زكاه على تلك الارض. ما فيش زكاه عليها. لا زكاه عليها. نعم. الاستاذ خالد عنده سياره 75000 جنيه اجره شرحه برضه، لا زكاه في هذه السياره. الاستاذ اسماء من الفيوم ليها ثلاث اسئله، بتقول ما بعرفش اقرا القران كويس، اقرا ايه كويس والايه اللي بعديها ما اعرفش اقراها، بحس بذنب، اعمل ايه وانا جوزي ما بيخلينيش اطلع بره بالبيت اتعلم قراءه القران. الذي يقرا القران وهو ماهر به مع السفره الكرام البرره، والذي يقراه وهو عليه شاق ليه عند ربنا ثواب عظيم برضه، ما هواش اثم زي ما الست اسماء بتقول. لكن في حلول ثانيه ميسوره ما تستدعيش ان انت تخرجي بره البيت وتعملي مشاكل مع جوزك. في دلوقتي المصحف المعلم بتاع الشيخ الحصري رحمه الله، والحاجات دي مبذوله وموجوده على شبكه الانترنت وكده، ممكن تجيبيها. هو بيقرا الايه وبعدين بيسكت عشان تقري انت زيه، فانت مره مع مره لسانك هيتعود على القراءه الصحيحه وربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. الاستاذه اسماء برضو ليها سؤال، ممكن ادي زكاتي لسيده كبيره بتاخد معاش ابوها؟ إذا كانت مستحقة تاخد. هو الفقير ده مش لازم يكون معدم، يعني ما عندوش حاجة خالص. يعني المستحق للزكاة ده ممكن الإنسان يكون له دخل، ولكن الدخل ده لا يكفي حاجاته الأساسية، ففي هذه الحالة يكون مستحق. فأنا ما أعرفش في الحقيقة الست اللي أنت بتديها دي إيه حالتها المادية شكلها إيه، لكن اللي أنا بقوله لحضرتك إن مش بالضرورة علشان هي بتاخد معاش إنها تكون غنية وما تاخدش زكاة. ممكن ليها سؤال اخير، ويمكن في سؤال من استاذ محمد زيها، فكره انها قالت لوالدتها والله ما تروحيش المكان ده وراحت وزعلت من مامتها. والله اذا كانت قاصده للقسم، يعني ما هوش لغو يمين، فيبقى عليها كفاره يمين في هذه الحاله، وكفاره اليمين اطعام 10 مساكين. الاستاذ محمد برضو نفس الجواب. نعم. بس الاستاذ محمود كان سؤاله مختلف، إن أسماء بتقول أنا حلفت وأمي عملت خلاص، لكن ده بيقول أبويا حلف ولسه عاوز يخالف، فبرضه نفس الجواب. الأستاذة ريهام الإسكندرية بتقول أنا كنت بسمع إن صيام يوم الجمعة في حد ذاته يعني مش مستحب، يعني لأنه بيعتبر يوم عيد لينا، العيد الأسبوعي يعني. تمام. هي ريهام وعايزة يعني نفس الحالة تنطبق عليها زي الأستاذة شيماء من سوهاج. هي ريهام واعية جدا، لأنها خدت بالها لما انا قلت في حالتك دي للسائله. أيوة اللي قبلها. أيوة. لان الفتوى في غايه الشخصيه، مش بالضروره ان كل حاجه انا بقولها لاي واحد من السائلين انها تنطبق على اللي زيه في مواقف مشابهه، فانا انبسطت جدا من الملاحظه بتاعتك. أيوة. الجواب صيام يوم الجمعه مش حرام، صيام يوم الجمعه مكروه، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن افراد يوم الجمعه بالصيام. افراده يعني هو لوحده كده، لا قبليه يوم ولا بعديه يوم. طيب انا ليه قلت للسائله الكريمه اللي قبل حضرتك في حالتك انت يجوز الصيام، يعني حتى ما فيش كراهة؟ لانها بتقول لي انا بشتغل ويشق علي الصيام في اثناء بقية الاسبوع، فاليوم الوحيد اللي متاح لي ان انا اصوم فيه من غير مشقة زائدة هو يوم الجمعة. فاحنا عندنا القاعدة بتقول ان الحاجة ترفع الكراهة، يعني لو في حاجة فيها كراهة ما فيهاش تحريم، دي فيها كراهة وانا احتجت ان انا اعملها، تقوم الكراهة كمان تنتفي. فلذلك انا قلت في حالتك دي يا ست شيماء يجوز ليكي ان انت تصوم يوم الجمعه من غير حتى كراهه. ام عبد الرحمن من اسكندريه كانت بتسال عن بيقولوا امبارح ليله القدر وانا صليت صلاه القيام، يعني وخايفه اكون مقصره، يعني فهل فاتت الفرصه عليا؟ يعني قالوا اخفى الله سبعا في سبع، منها ليله القدر في ليالي العشر، علشان محدش يسال السؤال بتاع ام عبد الرحمن. الفضل موجود والخير مستمر وممتد، ولسه العشرة فات منهم ليلة واحدة. وإذا كانت فاتتك الليلة بتاعت امبارح، وأنا ما أعرفش فاتتك إزاي وأنت بتقول إنك صليتي القيام، فأنت شغلتيها هو بالعبادة والطاعة. وعلى كل حال لسه عندنا إن شاء الله 9 ليالي كمان، ربنا نقبل عليه بقلوبنا وينظر فيها إلينا نظرة الرحمة والقبول بإذن الله، إحنا وأنت وسائر المسلمين. معايا الأستاذة فاطمة. ألو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذه فاطمه، اتفضلي. لو سمحتي يا فندم، ممكن بس معلش سؤال شخصي كده اتكلم مع الشيخ شويه مع باذن حضرتك؟ ما تحب تقولي تتكلمي دلوقتي ولا لما يتصل بقى؟ يعني اتفضلي يا فندم تحت امرك. دلوقتي فندم. اتفضلي تحت امرك.
ربنا يعزك يا رب. من فضلك يا شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. من فضلك يا شيخ، انا بس كنت مطلقه مرتين من زوجي، ودلوقتي هو مطلقني رامي اليمين الثالث. بس طبعا انا لما رحت الدار الافتاء وشرحت الظروف والموقف، هو رماه في وقت عصبيه. تمام. فطبعا انا دلوقتي انا هتكلم حاجه باستفاضه، معلش سامحني يا شيخ. طيب قوي قوي، اتفضلي. انا نفسي ارجع، لان حياتي عايز سجن الدنيا وما فيها. انا زوجه ثالثه ومعيش اولاد. تمام. بس انا نفسي ارجع بيتي. طيب هاتي جوزك وتعالوا شرفونا في دار الافتاء عشان نعرف نتكلم مع بعض. يعني انت حتى لو جيتيني في دار الافتاء لوحدك مش هقدر افيدك، لان اسئله الطلاق دي بيبقى اللي مسموع كلامه فيها هو الزوج، مش عشان انا مش مصدقك لا سمح الله، بس علشان هو اللي تلفظ وهو اللي هيبقى دريان بنيته كانت موجوده ولا لا، او اذا كانت موجوده كانت وقتها امتى، وشويه اسئله كده وتحقيقات هو الوحيد بس اللي هيقدر يجاوب عليها. فانت هاتيه وتعالي شرفينا وان شاء الله يكون خير باذن الله. تمام ماشي يا شيخ، ربنا يجازيك خير. اهلا وسهلا، من فضل حضرتك. اتفضلي يا فندم. دلوقتي يا شيخ معلش، انا دلوقتي اتمنى من ربنا الستر والعفاف، لان حضرتك عارف فكر الدنيا والاخره. نعم. يعني عفوا، فكر الدنيا نحافظ على نفسي من الاخره عشان انور رضا الاخره من الله عز وجل. طيب دلوقتي هل ربنا حاشا لله ان هو مثلا هيردني وانا بطلب بالستر تتكلم زوج ليا ان انا اكل بيتي واسعني بيتي؟ أنا ما سمعتش العبارات الأخيرة بتاعت حضرتك. بتقولي حضرتك يا شيخ دلوقتي أنا خايفة من الدنيا وخايفة أنزل أشتغل. أيوة. مش عايزة أكون عرضة ولا فتنة للناس ولا الناس تفتني. طيب تمام. عايزة يسعني بيتي وأكون في ذنب في كلام زوجي صالح. أنا هل ده ربنا فعلا هيجازيه بيا خير بالدعاء أو من قلب اللي أنا بتمناه ده؟ تمام طبعا طبعا طبعا، نيتك الطيبة ديت ربنا إن شاء الله هيكافئك بيها وهيرتب لك كل الحاجات اللي انت بتطلبيها على احسن وجه، بس انت حسني ظنك بربنا سبحانه وتعالى واستمري على الخلق الطيب ده والدعاء. يا رب، انا بستحلفك بالله يا شيخنا، الله يبارك لك تدعيلي. يا رب يستر علينا وعليك يا رب في الدنيا والاخره، ويحقق لك الامال ويقضي لك حاجاتك يا رب. شكرا استاذه فاطمه. ومعانا الاستاذ سيد من الفيوم. استاذ سيد. نعم. الو يا استاذ سيد، ازيك؟ السلام عليكم يا فضيلتك. كل سنه وانت طيب. وعليكم السلام. اتفضل. تفضل سامعينك، السؤال ايه؟ السؤال في واحد خارج من، هل الغلاء الغلاء بس اللي ياكلوا ولا اهل؟ معلش السؤال مش واضح، ما سمعتوش كويس. ما ميزتش بيقول ايه صراحه. يمكن في انتظارك استاذ سيد تاني. الاستاذ حسن من اسيوط. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ حسن. الامام امبارح سيادتك في صلاه التراويح. أيوة. صلى الاول العشاء. تمام. فصلت مات الركعتين الاولانيين وجلس التشهد. وقام جاء ركعه ثالثه وجلس التشهد يسلم. ايوه. فبعد ما سلم الناس ذكرته انك انت صليت ثلاث ركعات بس. ايوه. فسجد سجدتين سهو. فهيعمل ايه دلوقتي؟ طيب. في اسئله ثانيه يا استاذ حسن؟ لا شكرا لفضيلتك، شكرا. من لا لا لا، هو الامام بيقول لك كان في الصلاه امبارح في العشاء اجابه قال التشهد الاوسط، وبعدين طلع للركعه الثالثه، وبدال بعد ما ينتهي منها يطلع للرابعه راح قاعد وقال التشهد وسلم. ايوه. فالناس ذكرته، فعلى حسب روايه عمنا الحاج حسن انه الراجل راح ساجد للسهو ومسلم. اذا كان عمل كده بس يبقى الصلاه دلوقتي دي محتاجه انها تتصلى تاني، لان هو الركعه اللي ما جابهاش دي ركعه سجدتين السهو مش هينوبوا عنها، مش هيجبروها، ما يجبروهاش ده، لازم يقوم على طول اول ما يتذكر، ويكون الفاصل قريب ما بين السلام وبين التذكر ويقوم جايبها، وبعدين يبقى يسجد للسهو. لكن مجرد سجود السهو لوحده ما يكفيش عن الركعه، ويبقى الصلاه دي محتاجه تتعاد تاني. يعني كلهم هيعيدوا الصلاه اذا كانوا كلهم مشوا على النسج بتاع الراجل ده، يبقى كلهم هيعيدوا. مولانا عندنا أسئلة على اس ام اس. رسالة بتقول لو واحد عليه دين يزكي ولا لا؟ على حسب الدين ده، يا ترى هو معاه فلوس وعليه دين مثلا، الدين ده لما نيجي نخصمه من الفلوس اللي معاه يخليها أقل من النصاب مش هيزكي. لا، عليه دين ومعاه فلوس، خصمنا الدين ده من الفلوس، لسه الفلوس في حيز النصاب، هيزكي لو مرت عليها سنه
كاملة زي ما احنا دايما بنقول وهي في حيز النصاب 2.5%. طيب مولانا يمكن سؤال بشكل تاني، لو انا ليا فلوس عند حد والفلوس ما جاتنيش ومش عارف هترجع لي امتى ومبلغ يعني يتجاوز النصاب مثلا، اعمل ايه؟ دين ميت يعني؟ ربما يعني مش 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 قادر اتيقن منه هيرجع ولا مش هيرجع، ومش عارف هيرجع، حتى لو يرجع هيرجع امتى؟ اذا كان الدين ده دين ميت زي ما الناس بتقول بالعامية كده، يعني انا فقدت الامل في انه يرجع، يبقى مش هزكي عليه غير لما يرجع. لكن والله انا مثال لحضرتك مثلا مبلغ من المال وانت في ميعاد وانا قلت لك والله لا انا هاخر عليك معلش شويه لما جه الميعاد، معلش اصبر عليا شويه، وانا معروف عني ان انا برجع وكل حاجه، والمبلغ في ذمتي ليك، في الحاله دي هيثبت الزكاه فيه اذا توفرت فيه بقى بقيه الشروط. مولانا بيقول ساكن بايجار مفتوح وعايز اخد قرض اشتري شقه او ارض، هل ذلك حلال ام حرام؟ على ما تفتي به دار الافتاء المصريه، الاصل في القروض الشخصيه التي تترتب عليها فائدة أنها محرمة، لا يجوز اللجوء إليها إلا في حالة الضرورة أو الحاجة. معايا الأستاذة إيمان بني سويف. أستاذة إيمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بقى أنت كسر السؤال بس سؤالين بس على طول يعني على السريع. اتفضلي يا فندم. لو سمحت السؤال الأول، جوزي حلف باليمين اليوم ده، فهو كفرت يمين إزاي؟ حلف قال إيه يعني؟ حلف بالطلاق يعني أو حلف باليمين. قال إيه؟ ايه الجمله اللي قالها؟ ايه العباره؟ على اليمين مش عارفاش كده، ما عملتيش كده عليا اليمين. قال كده عليا اليمين ولا عليا الطلاق؟ لا عليا اليمين. عليا اليمين لو ما عملتيش كذا ايه؟ ايه يعني هتخلص يعني او كده؟ هتخلص هتطلقي يعني. قال لك كده عليا اليمين لو ما عملتيش كذا هتطلقي. هو كان بيقول الكفاره بتاعتها قد ايه، فانت عملتي؟ لا ما عملت. طب خلاص يبقى مفيش كفاره ولا غير. طب لو عملت الكفاره بتاعتها ايه؟ كفاره يمين اطعام 10 مساكين. عشان مساكين. طب بعد اذنك سؤال بس، انا دلوقتي واحد عمل معايا مصلحه يعني قضى مصلحه، يعني قال لي انا اجيب لك المصلحه دي ومش هاخد فلوس وكده وبتاع، وبعد كده هددني قال لي لازم انا لسه نقاب، هددني قال لي لو ما عرفتيش النقاب هعمل فيك واعمل، وانا لو ايه؟ لو ايه؟ لو ما عملتيش يعني لو ما قلعتيش النقاب. ما قلعتيش النقاب يعني نقلني، يعني وقف معايا واتنقلت من شغلي، قال لي هوديك تاني رجعت مكان. هل انا لما رفع النقاب ده انا هو حضرتك هددني وانا رحت حتى هو مديرك في الشغل بتقولي؟ في الشغل بيقول لك لو ما لقيتيش النقاب هاذيكي. هو كبير عنده 70 سنه جيراننا، فهو وقف جنبي وكدتي وقال لي لو ما عملتيش كدتي وما رفعتيش النقاب وشفت شكلك هعمل فيك وعمل. لو عايز يشوف عايز يطلع على وشك يعني. فانا قلت له حرام عليك ده متجوزه مش جوزه. طب والله ما عرفتي هعمل فيك وعمل. لا روحي اوعي تسمعي كلامه وروحي اكتبي فيه شكوى ودي في 60 داهيه. طب بعدين حضرتك انا رفعت النقاب ليه وبعد كده اتضايقت منه وسبته وبعد كده مشي ورا ثاني بعدين زعقت له، فانا ارفع النقاب ده يعني اعمل ايه؟ اكفره ايه ولا اعمل ايه يعني؟ هو الوجه مش عوره اصلا، بس هو المجرم ده كان بيبص عايز ينظر اليكي نظره فيها نظره مش بريئه، فما كنتيش تطوعيه. طب انا ضغطي عليا ذنب يعني؟ استغفري الله وما تطوعيهوش تاني واشتكيه علشان يرتدع اذا فضل يطاردك بالشكل المزري ده. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كل السادة المتصلين وكل السادة المشاهدين، وبشكر حضرتك وبشكر فضيل الشيخ أحمد ممدوح. نلتقي إن شاء الله على خير يا مولانا في هذا الشهر الكريم نتلمس فيه ليلة القدر. اللهم اغمرنا برحماتك واغمرنا بهذا العفو في هذه الليالي المباركة التي نتلمس فيها ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.